عجبني جدا وانا بقرأ في مذكرات العم غاندي ان الراجل كان يعني دماغ عالي قوي، فعامل مقياس لتقدم الامم. طبعا مقياس تقدم الامم لاي حد يقرأ مننا عندها كم كوبري، كم مبنى، كم الانتاج القومي. لا يعني غاندي ميزته كان متسق مع نفسه ومع ذاته، وضع مقياس فعلا حساس وجميل هسميه مقياس الهند لتقدم الامم. بيقول غاندي ان مقياس تقدم اي امه عنده بمقدار تعاملها واحترامها للاقليات اللي عندها. يعني الهند دوله كبيره، الاغلبيه هندوسيه، في اقليه مسلمه، كيف تعامل هذه الاقليه من قبل الهندوس؟ هل تعامل جيد، تعامل راقي؟ دي مقياس تقدم الامم. اعتقد دي مؤشر يعني اخلاقي وانساني. هل احنا كمجتمعات عربيه بنفتخر باقلياتنا؟ طبعا مصطلح اقليات ما بحبوش، بنستخدم مصطلح الجماعه الوطنيه، لكن هو بنتكلم اقليه كعددا، وهذا ايضا مصطلح اقليه عددي ده خاص بالسياسه. لكن المقياس الهندي جميل واستفدنا منه، هل احنا بنعامل بعض ازاي، الاقليه والاغلبيه؟ فكلما كان احترامنا عالي لبعض، لاقلياتنا، لشعائرنا، لاعيادهم، لاديانهم، وبالعكس ايضا الاقليه تحترم الجو العام الموجود للاغلبيه. اعتقد مقياس غاندي اخلاقي وهيساعدنا كتير في رفع الكفاءة الأخلاقية لمجتمعاتنا. التقدم مش أحجار ومباني، التقدم فروقية والأخلاق. مقياس تقدم أي أمة بمقدار احترامها لأقليتها الموجودة فيها. وشكراً على كتابك.